أما هلا سلمى ننتقل لأولى محطاتنا لليوم بعالم الطب لنحكي عن العيون. بنعرف قديش مهم النظر، لنحكي عن حالة اسمها الغمش أو الغطش أو كسل العين، وهي ممكن تصيب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. قديش مهم اليوم نكتشفها بمرحلة مبكرة لأهمية ضبط المشكلة وعلاجها، لأنه مع تأخر المشكلة بيصير الموضوع صعب جدا. صحيح نور، مثل ما قلتي هي بتصيب الأطفال بمراحل الطفولة المبكرة، أو ممكن إذا ما تم علاجها بعد السن المحدد يؤدي هذا الشيء لمشاكل كثيرة. طبعا رح نتعرف عن الأسباب وشو يعني كسل العين عند الأطفال أو بالعموم، وكيف ممكن يكون علاج هذا الموضوع. كل هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا بالاستوديو طبعا الدكتور جهاد نويلاتي، وهو اختصاصي بأمراض العين والجراحة. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير لكم، صباح الخير للمشاهدين، يسعد صباحكم. صباح الخير. رح نبلش مثل المقدمة اللي حكيتيها، اللي هو اللي بنقول الامبيروبيا كمصطلح طبي، او الكسل الوظيفي، او الغطش، او الغمش. هلا هو المصطلح نوعا ما غامض والفكره غامضه، لنقدر نبسطها. هلا تعريفا، الكسل الوظيفي هو خلل التطور العيني البصري العصبي بخلال المراحل الطفوله الاولى. طبعا تعريف غامض، خلينا نشرحه شلون بتصير. يعني قبل هلا حتى اشرح شو هو الكسل، بدي اشرح كيف تتم الرؤيه عند الاطفال. يعني مثل ما بنعرف بشكل مبسط انه العين تاخذ صوره من المحيط، تنتقل بالسبيل العصبي بالاعصاب، تصل للدماغ. عندي العين يمين وعين يسار، الدماغ بيحصل على صورتين بيدمجهم وبيشكل صوره للمحيط. فهيك اليه بشكل مبسط كيف تتم الرؤيه. هلا الكسل هلا خلال مرحله الطفوله الاولى، يعني وقت ببلش الطفل يتعرف على المحيط الخارجي، عم ياخذ صور من العينتين ينقلها للدماغ، الدماغ عم يشكل فكره عن المحيط. هلا بتنضج خلال السنين الاولى من الحياه، من 3 شهور لست شهور، هي الفتره الاولى، وبعدين ممكن خلال الاول 3 سنين. هلا شلون بيصير كسل وظيفي؟ الكسل الوظيفي بيصير الخيال يلي بيجي من احدى العينتين مشوه، تمام؟ نعطيك هالفكره. مثلا لسبب ما العين وحده فيها مشكله، بتكون فيها ضعف نظر كثير او في حول او فالدماغ رح ياخذ صوره من هي العين، هي عباره عن صوره مشوهه. هو رح يقدر يكتشف الدماغ انه هي صوره مشوهه، فشو رح يساوي؟ رح يساوي تثبيط للصوره اللي بتجي من هون، رح يعتبر الصوره اللي جايه من هي العين هي صورة مشوهة، وينضج الدماغ والجملة العصبية على أساس الصورة اللي جاي من هاي العين، تمام، إنه هي صورة مشوهة، فصار اعتماده على العين الثانية بشكل كامل. من هون مع تطور سنين الحياة، حتى لو صلحت الخلل يلي هلا مثلا سببها هاي العين اجت صورة مشوهة، سبب عيني، تمام، ضعف، حول، انسدال، مهم أو ساد، هلا حتى لو صلحت هالخلل بعد عمر 8 سنين مثلا، انه مثلا في عنده مثلا فيها 6 درجات هاي العين، وصل خيال مشوه بالمراحل الاولى من الحياه، الدماغ شافه خيال مشوه، عمل له تثبيط، يعني صار هي عين كسوله. هلا بعد 8 سنين لغيت السبب انا، تمام. هلا لو ما كان في، لو ما كان مصبطه الدماغ، كان هي الصوره وقت صلحتها بنظاره اجى اخذها للدماغ واعتبرها طبيعيه. هلا بهي الحاله نضجت الجمله العصبيه البصريه انه هي العين خيالها مشوه، تمام. فحتى بعد 8 سنين لا يمكن علاجه. فهو تعريف انه سبب عيني ادى لحدوث خيال مشوه، الدماغ رفض الصوره المشوهه من هذا، نضجت الجمله العصبيه انه تهي الخيال البصري من هي العين هو مشوه، فنضجت اعتماده على عين واحده. شلون انا بقدر اكتشفه؟ مثلا انا بيجي لعندي مريض ما له منتبه على هالقصه، اكتشفها بعمر 10 سنين، تمام، انه والله عم يغطي عين واحده واضحه واحده ما انا واضحه. اجى لعندي عمره 8 سنين، عمر 10 سنين، يعني هي المرحله فوق ال 12 سنه لا يمكن علاجه فوق ال 12 سنه. فوق ال 12 سنة اجى لعندي، لقيت عين ضعيفة فيها مثلا 4 درجات مد، عين ثانية ما فيها. هلا حطيت له على النظارة 4 درجات مد، المفروض لو ما كان فيها كسل يوصل ل 10 من 10. صحيح. حطيت له 4، اعطاني 1 2 3 تحسن، بس ما وصل اكثر من هيك. شو بيقول لي ليش ما عم تتحسن؟ بقول له هي عين كسولة. شو السبب؟ لأنه نضجت الجملة العصبية البصرية عندك بمراحل الطفولة الأولى وما عالجناها. يعني قال له لو كان عمرك 5 سنين اعطيتك نظاره وغطيت العين السليمه
العين المصابة كانت تحسنت للعشرة من عشرة. فمن هون عندي النقطة الحساسة بكشف وعلاج الكسل الوظيفي، لأنه هو عم يترك بصمة طول الحياة. هذا اللي بدي أسألك عنه، يعني بالبداية نحن بنعرف، يمكن مثل ما حكيت خلال حديثك، الاكتشاف المبكر للمشكلة، نحن فينا نحل المشكلة بشكل أوضح وأسرع. خلينا نحكي عن أسباب الخلل بالبداية وكيف أهمية الفحص الدوري. أنت ذكرت يمكن بشكل سريع، يعني خلل أي خلل عيني بس خلينا نحكي عن الأسباب اللي ممكن أي أم هلأ اليوم ممكن تكون غافلة عنها أو تنتبه لها، بعض الأسباب وبعض العوارض اللي ممكن أنا لازم أخذ ابني على الطبيب. خلينا نتفق يعني كيف بدنا نكتشفه حتى يعني من هون نفوت بالأسباب. خلينا نتفق على معلومة عامة، حتى لو الأم ما شكت بأي شيء عند الولد قبل سن المدرسة، يعني بعمر 5 سنين لازم يفحص طبيب عين، يعني يفحصه طبيب عيون. هلأ الفترة اللي قبل 5 سنين، هلأ هون إذا ما لاحظت الأم المشاكل اللي رح نذكرها بتقدر تستنى لعمر 5 سنين. هلأ المشاكل الأولى أهم شيء بسنين الحياة الأولى، المشاكل اللي بدها تنتبه عليها الأم أنه شكل العينتين مثل بعض، الحدقة مثل بعض، ممكن ينبه عليها طبيب الأطفال عادة، يعني هون أنه بحيث أنه ما لا شايفة نقطة بيضة، شايفة أنه شكل العين طبيعي. هي أول نقطة، شكل العينتين متناظر. إذا أي خلل بهي أكيد رح تراجع طبيب عينية. أحد الأسباب اللي بتؤدي لحدوث الكسل أنه مثلاً القرنية تكون فيها مشكلة، فيها كثافة قرنية، فيها نقطة بيضة، ممكن وجود المي البيضة الولادية وارد، ممكن يكون أي سبب مرض عضوي بيؤدي لكسل وظيفي، بس هذا ملحوظ بالنسبة للأهل. فرح نقول أول شغلة، يعني خلال أول سنة من العمر الأم تغير شكل العينتين، فرق شكل العينتين بين بعض، هذا يستدعي زيارة طبيب العينية لنشوف المشاكل العينية اللي قد تؤدي لحدوث الكسل الوظيفي. هلأ بسنين الحياة الأكثر، وقت بيبلش الولد يدقق يحدق مثلاً، غالباً العين اللي فيها يلي ممكن تطور كسل وجود الحول، يعني مثلاً عم يطلع بعين عم يثبت فيها العين الثانية غالباً مايلة لجوة تمام للإنسي أو للوحشي. أي خلل بتوازن حركات العينتين كمان هذا لازم الأم تنتبه له تمام، بحيث أنه تراجع طبيب عيني لنكتشف السبب، لأنه أهم سبب معروف لو حدوث الكسل الوظيفي هو المرتبط بالحول تمام. يعني حول العين عم تشوف خيال صحيح، العين الثانية اللي فيها حول عم يصل الخيال مشوه، الدماغ عم يشوف خيالين ما لهم مندمجين مع بعض تمام، في حول يعني عين يعني ما عم بيقدر يدمج خيالين، الدماغ الخيال اللي جاي مشوه وفي حول رح يعمل له كسل وظيفي تصبيط. فلذلك اهم سبب له هو اللي بيترافق مع المد والحول الانسي. والمشاكل اللي ممكن يلاحظوها الاهل هو وجود نقطه بيضاء بالعين او حول، او حتى احيانا فكره كثير بسيطه انه فكره وجود الانسدال، يعني مثلا الجفن، احيانا بعض الاطفال بيولدوا عندهم انسدال ولادي. شو يعني انسدال؟ يعني جفن نازل فبيغطي مركز النظر، فهون ما عاد اجت الصوره للدماغ فهي صارت عين كسوله تمام. هو سبب بسيط انه مغطي العين السليمه ممكن يفتحها اكثر، او ممكن نعمل عمليه للانسدال او نعالجه. يعني كل سبب بيؤدي لوصول خيال مشوه للدماغ رح الدماغ يعمل عليه كسل للخيال المشوه ويعتمد على العين الثانيه. هلا ممكن تساليني سؤال، ممكن يصير الكسل بالعينتين؟ ايه طبعا، بس عاده بتكون عين اكثر من عين. شو الحاله اللي بتصير فيها كسل بالعينتين؟ غالبا درجات الضعف النظر المديه العاليه، يعني واحد عنده درجات مد عاليه، مثلا وحده بتكون 12 وحده 6 7. هلا هون اذا ما لبس نظاره الولد صارت الصوره المأخوذه من الدماغ هي صوره مشوهه تمام، فنضجت الجمله العصبيه البصريه بعد العمر 8 سنين ما عاد نقدر نحصل على نظر صافي 10 من 10. هو صحيح يعني دكتور حضرتك عم تقول كل المعلومات بتسلسل، لهيك نحن عم نحاول ما نقاطعك، ولكن في بعض الاستفسارات الصغيره. حضرتك قلت انه هو الطفل بعمر صغير ممكن الاهل ينتبهوا على بعض الاشارات، في كثير حالات تم عمل عمليات لها من اللي بيعانوا حول مع كسل. صح. مع كسل بس بعد فتره من الزمن بيرجع مره ثانيه هي العين بتضعف، هل هو سبب بانه مثلا العضله بتتغير بترجع مره ثانيه، ممكن يصير تدخل جراحي بعمر اكبر او شو؟ تمام، خلينا هلا نفوت بالعلاجات. هلا اهم سبب لاني انا عالج الكسل، اتفقنا شرط العمر يكون طفل صغير. صحيح. العلاج خلينا نفترض عمل عمليه هو صغير. لا ما العمليه بعدين بتجي، اول شيء بعالج الكسل بعدين بعمل عمل جراحي، لانه العمليه يعني غالبا عمليه الحول، انت ذكرت فكره الحول، عمليه الحول على عين كسوله اكيد رح تنكس، شغله اكيده. حتى عند الكبار، يعني انا وقت بيجيني عند واحد عنده حول العين ما بتشوف،
بشتغل له عمليه الحول، بس انا بقول له احتمال يرجع الحول لانه هذا شيء متغير. فاول شيء علاج الكسل الوظيفي. رح نرجع على الاول. ام اكتشفت انه عين العين الولد مايله، يعني في عدم، اهم سبب اتفقنا للكسل صح. هو الحول. اكتشفت انه الولد عم يطلع العينتين وما في توافق بيناتهم، اخذته عند الطبيب فحصله. أول شيء فحصله قدرة بصرية، العين اللي فيها حوال غطاله هديك اكتشف إنه ما نوع عم يشوف. دور الطبيب عن السبب ليش ما عم يشوف الولد، مثلا على توسيع الحدقة اكتشف إنه عنده 5-6 درجات. فهلأ هون حتى لو حط له يا هون ولد عمره 5 سنين غالبا بيتعاون، حط له الدرجات 5 درجات بس ما شاف. هون بيقول للأم إنه هذا ابنك عنده مد نظر عالي سواله كسل ساوى حوال، 3 شغلات. يعني بيكون مد خلل عيني تمام، بعدين عطى خيال مشوه ساوى كسل وظيفي، كسل وظيفي ساوى حوال. فهي التراتبية. هلأ بدنا نبلش بالعلاجنا الأول، بدنا نعالج مشكلة العينية تمام. يعني أنا أول شيء أعطيته القياسات المضبوطة للنظارة للولد، هاي أول مرحلة. المرحلة الثانية، هلأ لو لبسته النظارة للولد بيضل الدماغ أنه عم يعتمد على العين السليمة. هلأ هون بدي اتجه للكسل، فأنا شو بدي ساوي؟ بدي العين السليمة. لا، العين السليمة بدي غطيها. هون العلاج الأساسي للكسل هو تغطية العين السليمة. تغطية العين السليمة، أنا عم بجبر الدماغ ياخذ الصورة من هي العين بعد ما صارت صحيحة. معنى صلحت حطيت له نظارة، يعني أنا عم بقوله للدماغ هي الصورة صارت صحيحة، خليه يعتمدها للدماغ تمام. فهلا هون بتبلش حالات التغطية. يعني تلاقي مثلا الولد أول ما معطيه النظارة، هي معلومة دائما بذكر فيها الأم، أول يوم يومين عم تغطي له العين السليمة رح تتقاتلي أنت والولد، لأنه الولد ردة فعله بده يشوف، فرح يشيل الغطاء. هو معتمد على العين السليمة، هي العين ضعيفة ما له عم يشوف. فأنا بقول له بتضلي بتغطي له لينسى الغطاء الولد، متى ما نسي الغلط صار يشوف. عرفتي كيف؟ يعني أنه غطيت له العين السليمة، هي عينه ضعيفة، الولد تضايق ما له عم يشوف، فبيجي ليشيل الغطاء لأنه بده يشوف، بيعرف أنه بشوف بهذيك العين. صحيح. متى ما الولد نسي تغطية العين القوية معناتها العين الضعيفة صارت منيحة. هلا عدد ساعات التغطية ومدة التغطية بتعتمد على درجة الكسل. في ديب امبيلوبيا او غطش عميق، هي غالبا اللي بتصير بالمي البيضاء عين واحده. فلذلك هون نحن بنغطي طول النهار. انا بقول لك تكشفي له العين السليمه ساعه الصبح وساعه المساء. وبالاكيد بدي تعاون كامل مع الاهل. يعني هون يعني انا دائما بوجه الام بقول لها اذا عالجتي لابنك مزبوط بكره بيكبر بدعي لك اذا تمام. لانه كثير حالات اجتنا، يعني انا بيجيني مثلا واحد راح يفحص شهاده سواقه 18 سنه عمل هيك اول مره بيعمل هيك بحياته، اكتشف انه ما بشوف بهي العين، فراح لعند دكتور العينيه تمام، قال له والله للاسف هي ما بتتحسن. يعني انت غيرتي له مستقبله كلياته. صحيح. يعني ما طلعت له شهاده سواقه. فشو بيقول له للدكتور؟ معقول ما في علاج؟ تطور الطب وما في علاج؟ بيقول له هو في علاج بس العلاج كان لازم بوقت ثاني كان صغير. صحيح. فهون بقى بفكر الولد انه الحق على اهلي تمام. فانا لذلك بستبق المعلومه بقول لها للام انه هذا دورك، الولد ما بيعرف عدم الاستهانه، لانه بنعرف الولد صغير قديش ما بيستحمل. انت طبعتي هي البصمه البصريه عنده طول عمره، وبقصه كثير بسيطه هي التغطيه. التغطيه وننتبه. يعني هلا انا بقول لها للام اعطيه محفزات الولد مثلا، يعني انا يعني بفكره الكسل الوظيفي لك اعطيه الموبايل، معلش اعطيه الموبايل حتى لو بعرف انه في له تاثير ضار خفيف، بس انا عم بكسب شي فائده مفيده كثيره انه انا عالج الكسل الوظيفي. يعني انا بقول له لبسيه النظاره وشجعي على الرسوم البصريه، يلون موبايل تلفزيون. مو انه انا بدي يغطي وينام الولد، لا بدي يشغل العين. يعني اذا ما شغل العين ما بيتحسن الكسل الوظيفي. هلا بعد ما مثلا تغطيه لمده اسبوعين شهر اجى لعندي، اتفقنا الولد هون بعمر 5 سنين تحسنت، صار القدرة البصرية أفضل جيدة، منقلل ساعات التغطية. هلأ بعد ما نتجه، يعني أنا إذا لقيت تحسن الكسل الوظيفي بس الولد لسه عم يحول تمام، هون بلجأ لعملية الحول. يعني أعطيته نظارة وغطيت بس إجاني ما في توافق بالعينتين مزبوط، هون بلجأ لعمل جراحي تمام. العمل الجراحي وقت بساوي يكون معالج الكسل ومعالج ضعف النظر، هون العمل الجراحي بيثبت طول العمر. اما اذا كان في كسل وظيفي اكيد رح ينقص. فهي اهم سبب لاسباب الكسل الوظيفي. بنرجع بنقول دور الاهل هو الدور الهام، والفحص المبكر هو الهام. ومثل ما حكينا بنرجع بناكد على المعلومه، اي خلل بتلاحظ بيلاحظوه الاهل حتى لو بعمر يوم تمام، لانه في امراض بعمر يوم بنشوفها طبيب الاطفال غالبا بيوجهها انه الزرق العيني المي البيضاء عين اكبر من عين، هي اكيد رح تراجع الطبيب. واذا ما لاحظت عليه شيء لعمر 2-3 سنين لاحظت حول بتراجع، واذا فات على المدرسه وما شكى من شيء على القليله فحص قدره بصريه. ضروري انه يكون في مراجعه قبل دخول المدرسه، تمام. يعني كشف دوري بشكل مستمر قبل دخول يعني قبل المدرسه. قبل 6 سنين علاج الكسل جيد جدا، بين 6 و8 فعاليه اقل،
بين 8 و12 فعالية ضعيفة، فوق ال 12 مستحيل خلص يعني. طيب سريعا بما انه ما بقي معنا غير دقيقتين دكتور، ذكرت الموبايل حضرتك، نحن عم نحكي قبل العلاج الشاشات الإلكترونية، نحن عم نشوف الأولاد بشكل مستمر، ممكن تأثر على كسل العين قبل نفوت بعلاجها؟ لا، هلا يكون لها تأثير على الكسل؟ لا، بس تأثير الضار عند الكبار والصغار هو بالحقيقة نحن منضخم فكرة التأثير الضار للموبايل للأطفال. هلا لا، الأهداف تانية مو بس أهداف عينية، يعني أنا مثلا المشاكل الاضطرابات النفسية اللي بيعملها الموبايل أكيد هي صحيح، أما تأثيره بالكسل الوظيفي لا. طيب هل هو ممكن يكون مفيد للموبايل وقت بغطي بالتغطية، يعني تشجيع للولد ليأكد ممكن أكثر. هو وراثي غالبا الكسل الوظيفي أو الحول وراثي؟ هلا هو السبب اتفقنا إذا كان مد نظر درجات عالية، فالمد الدرجات العالية هو وراثي. بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا، شكرا كثير لك. يعطيكم العافية، ويعطيكم العافية، شكرا لكم، وصباح الخير لكم وللمشاهدين.